السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا النهاردة ده راديو شاك، راديو شاك الموديل بتاعه دي اكس شرطة 398، دي اكس شرطة 398 راديو ديجيتال، بيشتغل بأربعة حجر قلم. هنا أهو أربعة حجر قلم وبيشتغل بمحول 6 فولت. ده الحامل بتاعه. الراديو ده معانا معاه الكتالوج بتاعه، المانوال أهو، كتالوج اهو دي اكس شرطة 398، ومعانا الجراب الاصلي بتاعه اهو، ونشوفه مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. This radio is radio shack multi band digital model DX-398 multi band. أنا بتكلم مش بشكل تلقائي وواقعي، طبعا وحشتني على الشاشة، ولكن أنا كجمهور أنا مستني. ما وراء الحدث؟ لصالح نادي الاتحاد السكندري، هيلعبها صبحي حارس المرمى محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد، يلعب الكره طويله لقدام، واحده طويله، استني بقى الكره الثانيه، روماريو ويليامز اللي بدا ينزل لتحت شويه، وحسام حسن عاوز يستغل لياقته البدنيه العاليه في ان هو يرجع. عند شكري نجيب يعود فيه الخلف عند جدا في مواعيدك. الفيسبوك على سامسونج كانت حاجه عظيمه. هي احد ادوات. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. اللي معانا ده راديو ديجيتال متعدد الموجات، راديو شاك، الموديل بتاعه دي اكس شرطه 398، ومعانا طبعا ليه الجراب الاصلي مع الكتالوج، وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.